ياتي التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديله والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحه في سياق مواصله تطوير المنظومه التشريعيه بما يرفد المسيره التنمويه الشامله بقياده جلاله الملك المفدى مملكه البحرين تمضي بخطى ثابته نحو تحقيق اوجه هذا القانون لتطوير المنظومه التشريعيه والانسانيه بما يعزز الاطر الحقوقيه لكافه افراد المجتمع. مملكه البحرين تمضي قدما في تنفيذ توجيهات جلاله الملك المفدى المعنيه بتطوير المنظومه التشريعيه والانسانيه بما يعزز الاطر الحقوقيه لكافه افراد المجتمع حيث ياتي التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديله والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحه رافدا هاما في صون وحمايه حقوق الانسان على مختلف الصعد هذه الملامح الإنسانية يحرص عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه على تكريسها وترسيخها منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني والذي تمثل استمرارا للنهج الرصين في سياسة مملكة البحرين والتزامها بنهج قائم على العناية بحقوق الإنسان كما ان توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تاتي لتتكامل مع الرؤيه الملكيه الساميه لجلاله الملك المفدى والتي تعنى بتنفيذها وزاره الداخليه بامكانياتها الاحترافيه العاليه في اداره المؤسسات الاصلاحيه في المملكه فالتوجيهات تنم عن وعي تام ومعرفة دقيقة بمدى الحاجة لإعادة تأهيل هذه الفئة من المواطنين ليكونوا متكاملين مع استراتيجية البحرين بشأن الهوية الوطنية للمملكة والتي تؤكد على التزام التام بالقيم والمبادئ الإنسانية وطبقا لنظام العقوبات البديلة تعد الجهه المختصه بالتاهيل والتدريب تقريرا شاملا عن سلوك المحكوم عليه عقب انقضاء مده البرنامج المقرره ويرفع هذا التقرير مباشره الى اداره تنفيذ الاحكام بوزاره الداخليه